كعالمة وكأستاذة وكحاضنة لهذا المشروع اعتبرها هي الرئيسة لجمعية أمان للتوكاس. الاسم ديالي هو ربيعة أبو علي بن عزوز، أنا دكتورة في علم الدماغ في جامعة بوردو، بالضبط كنشتغل في المعهد كنسميوه لانستيتي دي مالادي نورو ديجينيراتيف في مدينة بوردو، وأنا هنا كاليوم كرئيسة جمعية أمان 33 اللي كان من بين الشركاء أو ديال هاد المنتدى المهن والكفاءات، بحيث أن هاد الجمعية ديالنا من 2014 وهي كتنظم هاد المنتدى هذا في بوردو. ألوغ من بين الخصوصيات ديال هاد المنتدى وهو أن يكون واحد التحسيس للتلامذ اللي اما في الاعداديات او في الثانويات، وكذلك الطلبه اللي باقين يعني في سنه اولى سنه ثانيه او الى اخره، باش يجيو يعني ياخذوا معلومات على المهن اللي متواجده في الاقليم ولا غير اللي متواجده في الاقليم، ياخذوا واحد الفكره زعما كاين مقربه من هاد المهن هادو، على لي باركور يعني لي فورماسيون لي باركور ديال المهنيين. كانوا حضروا معنا عاوتاني كذلك طلبه في هذه الميادين هذه اللي كيقربوا عاوتاني يعني الباركور ديالهم من التلامذ، وفي نفس الوقت هاد الطلبه تا هما كياخذوا معلومات من هاد المهنيين اللي حضروا معاهم، يعني كلشي كما كنقولوا غانيو غانيو، يعني البروفيسيونيل كيتكلم على المهنه ديالو مع هذوك اللي مع الطلبه اللي معاه، وفي نفس الوقت الطلبه كيمكن لهم يتكلموا كذلك مع المهنيين مع التلامذ اللي جاوا زارونا اليوم من مدينة القصر الكبير، من مدينة العرائش. تبارك الله كان حضور يعني حاشد، نظن الشباب ديالنا محتاجين لهذا النوع ديال المنتديات اللي كنظن خصو يتنظم على طول السنه ماشي غير مره واحده في السنه، وكنظن هاد المنتدى جاب واحد كيف نقولوا قيمه مضافه يعني للاقليم، بحيث شاركوا فيه بزاف ديال المهن وبزاف الطلبه، شفناه من خلال يعني التلاميذ اللي جاوا والاقبال اللي كان على المنتدى. شكرا جزيلا. احمد وزاني استاذ بالكليه متعدده التخصصات بمدينه العرائش، ومنسق او من بين منسقي منتدى المهن والكفاءات في نسخته الثالثه. اذا ربما نتكلم بايجاز على المشروع ديال منتدى اكتشاف المهن والخدمات، هو مشروع اللي خرج من رحم واحد التعاون ما بين الكليه وبين منتدى وبين جمعيه امان 33 بمدينه بوردو، واللي حاولنا ما امكن اننا نستنسخوا نفس التجربه اللي كيديروا في بوردو ونجيبوها لعندنا في هذا الاقليم. والحقيقه الهدف الاساسي وهو اننا نقربوا المهن والامكانيات ديال التوجيه مباشره يعني للتلامذ والطلبه، لان كما كتعرفوا انهم التلامذ والطلبه ملي كيدرسوا بواحد الطريقه بعض المرات عشوائيه، ما عارفش شنو راه غادي يمشي يدير، كيقرا سيونس مات، كيقرا الفيزيك، كيقرا الاداب، كيقرا العلوم الانسانيه، ولكن ما عارفش شنو هي الافاق. فالهدف كان هو انه كنجمعوا عدد كبير ديال المهن على صعيد الاقليم، وكنحاولوا نخليهم هما يستقبلوا لنا التلاميذ ديالنا، جميع التلاميذ من جميع المؤسسات التربويه على صعيد الثانويات، الثانوي التاهيلي، الثانوي الاعدادي، وكذلك الطلبه، واللي هو تواصل مباشر. وبالنسبه لنا صراحه كنعتبروها تجربه فريده، لانه التوجيه بالطريقه التقليديه ربما ما بقاش صالحنا هذا هو الكين. وبالتالي انا كنأكد على انه الميزه الاساسيه واللي كنطلب من الطلبه والتلاميذ يعني يستغلوها، وهو التواصل المباشر مع المهنيين ويسولوا ويحاولوا ما امكن يديو المعلومات اللي غتساعدهم على بناء المشروع المهني ديالهم. فهذه كانت تجربه ثالثه ان شاء الله، واكيد عندنا واحد التجربه يعني اخرى السنه الجايه. الكليه اللي هي كمنظم اساسي، جمعيه امان 33 في شخصي رئيستها الاستاذه بوعلي ربيعه، والنائب ديال الجمعيه السي عبد الحميد بن عزوز دكاتره والباحثين ديالنا باوروبا، ثم كذلك المديريه ديال التعليم في شخصي سيد المدير وخاصه
الاطر ديال التوجيه. تحيه لجميع الطلبه اللي كانوا ساهموا معنا صراحه، اللي كانوا متميزين جدا، طلبه ديال الماستر القانون، طلبه ديال الماستر اقتصاد في اكومبانيمون اونتربرونيال، والطلبه ديال الماستر فينونس. وشكرا جزيلا. بروفيسور بن عزوز عبد الحميد، مدير الابحاث في جامعه بوردو في فرنسا. اهلا وسهلا بك. بارك الله فيك، شكرا على الاستضافه. احنا هنا في هذا منظمين مع كليه ديال تعدد الاختصاصات هذا المشوار ديال التوجيه مع التلاميذ والطلبه ديال المنطقه والاقليم العرائش القصر الكبير والعرائش، جميع المؤسسات كتهتم بهذا الشيء هذا، وكتجي اليوم تزورنا هنا باش نعطيوهم نظرة مفصلة على التوجيه ديالهم، كيفاش يقدروا يتوجهوا فونكسيون الاختصاصات ديالهم. أنا كنريبريزونتي اليوم هنايا جمعية أمان 33 اللي عندنا في بوردو، اللي هي اللي كدير هذه الشراكة مع كلية متعددة الاختصاصات. والحمد لله اليوم هادشي شاف نجاح كبير، لحقاش جاو عندنا بزاف ديال الثانويات، المؤسسات الثانوية والإعدادية من القصر الكبير ومن العرايش، وكان تجاوب مع التلاميذ والطلبة ديال الكلية بواحد النجاح. زعما الصراحة هي هادي، حنا فرحانين اللي جينا نديروا هذا المشروع هذا ونفيدوا التلاميذ ونديروا هذا التبادل معاهم باش ينجحوا في التوجيه ديالهم إن شاء الله، ويديروا شي حاجة اللي هما باغيين يديروها، ماشي غادي تقرر في بلاصتهم، هما اللي غادي يقرروا باش يديروا شنو التوجيه ديالهم ويمشيوا للمهنه اللي كتهمهم. هنايا عندنا اكثر من 30 شخص اللي جاوا باش يقدموا المهن ديالهم ويشرحوا لهم شنو الدراسه اللي خصهم يتبعوها التلامذ باش يتوجهوا لهذ المهن هذه اللي جينا نظمناها اليوم. حنا التنظيم كان من عند الكلية ديال متعددة التخصصات، وعندنا مهن ديال البحث العلمي، المياه والغابات، كان البوليس، كاين هذا الجامعات حتى هما يسونغو بريزونتي بالنسبة للتعليم العالي، وكاين بزاف ديال الأنشطة اللي دارت باش نقدروا ننجحوا هذا المشروع هذا، وبالأخص باش ننجحوا هاد التلمدات هادو باش يتوجهوا توجيه اللي غادي ينفعهم في المستقبل. السلام عليكم. منير الشيخي، نائب رئيس كتابة الطموحات المبتدئة بوزان، باحث في سلك الدكتوراه في كلية الحقوق بجامعة السيد محمد بن عبد الله فاس. اليوم بناء على دعوة من السيد نائب عام الكلية المتعددة التخصصات بالعرائش، لبينا النداء وجينا باش نشاركوا الطلبة والوافدين على الكلية بخصوص المسار المستقبل المهني ديالهم. قدمنا لهم التوجيهات بخصوص التخصصات ديال فيما يتعلق بهيئة كتابة الطب، الدبلومات اللي يحتاجوهم، المسار المهني ديالهم، الآفاق، المنافذ ديال الشغل. هي 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 فرصة مزيانة لها الطلبة باش يكتشفوا الآفاق ديال سوق الشغل في المغرب. أكيد أكيد أن لكل مشاهد نصيب. احنا رشدناهم بما بكل صدق والأمانة باش ياخذوا باش يشقوا الطريق ديالهم نحو واحد المسار، واحد سوق الشغل اللي يستجب للتطلعات ديالهم، خصوصا المهن ديال الإدارة القضائية والمهن ديال كتابة الطب. كاين إطار ديال منتدب قضائي وإطار ديال محرر قضائي، هادو الإطارين كيحتاجوا الإجازة، الإجازة في القانون والاقتصاد. وبالنسبة للمحرر القضائي كاين الدبلوم ديال التقنية المتخصص، وأكيد بالنسبة للمهن ديال كتابة الطب هي مهن كتشرف اللي زعما كيولوجن هاد المهنه، اصلا مهنه مشرفه ومهنه كتقدم واحد جليل ديال الخدمات للمرتفقين. وكنتمنى نكون وفينا هذا ورشدنا هاد الطلبه بخصوص هذا التوجه ديالهم ان شاء الله الرحمن الرحيم.